شكرا يا جماعه، ربنا يوفقكم. انا شايف في ناس طلبه وافدين، شوف دول برضو جامعه القاهره من الجامعات اكبر جامعات اللي بتستقبل طلبه اجانب، وعندنا من جنوب السودان وعندنا من نيجيريا وعندنا من تقريبا كل الدول. وعلى فكره معظم اللي انا بقول لك عليه ده منح دراسيه. يعني انا بس عايز اقول لحضراتكم انه احنا لو حبينا ننظم اللي بتشوفوه ده ترتيبا يعني ويبقى ماشي معانا، مش هيحصل زي ما احنا عاملينه كده. يعني احنا بنقابل الناس فعلا، الشاب اللي كان بيتكلم دلوقتي الطلبه السلام عليكم. مش عارف منين؟ جنوب السودان. جنوب السودان. من جنوب السودان. ازيك؟ كويس. اسمك ايه؟ مجوك دين. اهلا بيك. واسمك ايه؟ لينو مونجو. اهلا بيك. انتوا الاثنين من جنوب السودان. احب اقدم لكم دكتور خالد ابو غفار، وزير التعليم العالي. اهلا، ازيك حضرتك؟ كيف الحال؟ كله كويس. لسه كان وزير التعليم في جنوب السودان، كان موجود في زياره، واحنا لسه عندنا وفد كان موجود في جنوب السودان علشان فتح فرع لجامعه الاسكندريه بجنوب السودان بتونج. حاجه تشرف جدا. فانتوا قولوا لي انتوا بقالكم قد ايه؟ حوالي 5 سنين. في 5 سنين؟ بتدرس ايه؟ في كليه علوم. علوم. كليه العلوم جامعه القاهره. قسم كيمياء مايكرو. بتدرس قسم كيمياء مايكرو. مايكروبيولوجي. مايكروبيولوجي. نفس الدراسه ولا ده؟ نفس الدراسه. كيمياء مايكرو. نفس. ومقيمين في المدينه الجامعيه ولا فين؟ احنا انا مقيم في السكن. في سكن. في فيصل. وهو في المدينه الجامعيه. انت مقيم فين؟ المدينه الجامعيه. في المدينه الجامعيه هنا. طيب مستريحين في وجودكم في جامعه القاهره؟ ان شاء الله، الحمد لله كل حاجه كويس. طيب الحمد لله، منورنا دايما. سعداء ان احنا تعرفنا عليكم. ان شاء الله. شكرا. انا عايز اقول لك ان طبعا يعني جنوب السودان بالنسبه لنا يعني كدوله شقيقه، ومصر يعني مهتميه جدا بعلاقتها بكل افريقيا اجتماعيا وثقافيا وسياسيا من كل هناك من كل مسؤولين يعني. ده بقى ميزه التعليم اللي هو ليه بعد احنا بنسميها السوفت دبلوماسي او الدبلوماسيه الناعمه. اللي بيتخرجوا من الجامعات المصريه وموجودين في دول العالم كله، زي ما انا حكيت لك على حاكم طوكيو، بيبقى عندهم ولاء. اللي بيتعلم في حته بيبقى عنده مع مرور الوقت ولاء للمكان اللي فيه. جنوب السودان فيها وزراء، فيها مسؤولين كبار على مستوى الدوله متخرجين من الجامعات المصريه. عشان كده طلبوا مننا ان احنا نفعل فتح جامعه اسكندريه فرع ليها في تونج. وده اللي احنا واحنا بنتكلم دلوقتي، في مجموعه هتعود النهارده من جنوب السودان عملت دراسه كامله للي هناك علشان نقدر ان احنا نبدا دراسه في اول ابريل اللي جاي. فقد كده التعليم عن بعد او التعليم خارج حدود الدوله مهم جدا. في كل مكان عندك مؤسسات تعليميه عريقه، كل مكان هي مش بس على قد ما انت كمان هتشوفه، ده انت هتشوفه بعدين.